برحب بيك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل كابتننا الكبار نجوم للصوت التحليلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، متواجدين كالعاده طبعا هنا في استاد الاسكندريه اللي هيستقبل مباراه الاهلي والمصري في الجوله 32 من بطوله الدوري العام. الاجواء كلها طيبه جدا يا كابتن ايمن، هبدا معاك من البدايه. طبعا وصولنا الى طبعا الى الاستاد، دخول اللاعبين مباشره الى الغرف التحضيرات طبعا والترتيبات الخاصه بالجهاز الفني بيتسو موسيماني، وبعد اعلان التشكيل اللي يمكن اكيد حضرتك استعرضته طبعا مع كل نجوم الاستوديو التحليلي، نبدا نقول بقى ان شاء الله باذن الله لعبتنا باذن الله النهارده تكون 3 نقاط من نصيب النادي الاهلي. تركيز كبير جدا سواء في فندق الاقامه والتدريبات الاخيره زي ما اكدنا قلنا يا كابتن ايمن، لكن ينقصنا ان شاء الله النهارده كل التوفيق يكون مع لعيبه النادي الاهلي. تحدي كبير وتحدي صعب جدا، اكدنا وقلنا الفريق المصري فريق مميز جدا، يمتلك كابتن علي ماهر طبعا واحد من المديرين الفنيين المميزين، وعنده رغبه اكيد وعنده دوافع كبيره جدا لهذه المباراه، سواء مكانه في بطوله الدوري العام وصوله طبعا للكونفدراليه وامور عديده جدا، فمحتاج المجهود الاكبر اللي احنا ان شاء الله بنامل ان يكون النهارده مع فريق النادي الاهلي. عايز اكلمك على الجو، يعني نقدر نقول الجو فيه رطوبه شويه، ما فيش حراره عاليه لكن فيه رطوبه شويه، بنامل ان شاء الله ان هي ما يبقاش ليها تاثير على لعيبه النادي الاهلي في المباراه بشكل عام على مدار ال 90 دقيقه. ارضيه الملعب طبعا مميزه جدا كالعاده طبعا هنا في استاد الاسكندريه، لكن هي الرطوبه شويه عاليه يا كابتن ايمن، لكن بنامل ان شاء الله لعبتنا تتخطى هذا الامر ونقدر باذن الله النهارده بجديتنا الكبيره ومع التشكيل اللي يمكن بيتسو موسيماني استقر عليه خلاص بعد وقوفه طبعا على الاخطاء الايام الماضيه، ويمكن شايف ان يمكن 11 لاعب النهارده اللي هيكونوا متواجدين في الملعب ان شاء الله باذن الله ينفذوا فكره، وباذن الله النهارده كابتن ايمن تكون 3 نقاط من نصيب النادي الاهلي. الامور طيبه في انتظار وجود مجلس اداره النادي الاهلي كعادته اللي بيساند وبيدعم في كل المباريات، منتظرين ايضا كمان وجود الكابتن محمود الخطيب يكون متواجد ومساند وداعم كالعاده لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يستطيع النادي الاهلي تخطي هذه المباراه ومنها ان شاء الله لمباراه الجونه ومن بعدها اسوان. لكن نبدا النهارده في الصفحه المهمه، صفحه مباراه المصري اللي بنعمل ان شاء الله لعبتنا تكون في قمه تركيزها، وال3 نقاط ان شاء الله يكونوا معانا مع المجهود الكبير اللي بيبذل من نصيب النادي الاهلي. مستمرين معاك كالعاده يا كابتن ايمن، لحظه بلحظه بننقل لك كل الاخبار والكواليس الخاصه بمباراه اليوم الاهلي والمصري هنا في استاد الاسكندريه.